السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة رائعة للغاية لا يعرفها الكثير، ولكن لها خصائص رائعة ونتائج مذهلة، حيث سأريك في هذه الحلقة طريقة تنشيط الرام في هاتفك الآيفون، وعندما يكون الهاتف يعني تستعمله لفترة طويلة للغاية سيصبح بطيء نوعا ما، وبالتالي ستقوم بتنشيط الرام وإعادة يعني تنعيشه إذا صح التعبير بطريقة سهلة للغاية. لا تبتعدوا كثيرا وقوموا معي نمر إلى الشرح مباشرة اللي أريكم إياها. إذا مشاهدي الكريم، هنا في الشاشة الرئيسية ستقوم بالضغط مطولا على زر الباور بهذا الشكل حتى تظهر لك شاشة إيقاف الهاتف. ستقوم بسحب الشريط إلى النهاية هكذا، ولكن لا ترفع إصبعك بل قم بالضغط مطولا المرة الأخرى على زر الهوم هكذا حتى يحدث وميض وترجع إلى الشاشة الرئيسية. كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، رجعت إلى الشاشة الرئيسية، وهكذا يكون الرام قد مشط والهاتف يعني أصبح سريعا من ذي قبل، الهاتف يعني أصبح سريعا بدون ستاكس أو بقس وغيرا من ذلك. إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاءً إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك السبسكرايب، اظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك، قم النقر عليه للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.